وجاء أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من الكبر، ملفتا النظر إلى عاقبة الكبر، يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أهل الجنة، كلنا نريد أن نكون من أهل الجنة. قال: كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. أي ما ليس بمعنى بالضعيف الذي يسكت على الباطل، الذي يتقاعس عن أخذ الحق الذي ينبغي أن يؤخذ للدين للعادل، لكن المقصود بالضعيف هنا ضعيف في نفسه بين يدي ربه، الذي يشهد ضعفه فيستمد قوته من الله لا من نفسه. فإن الذي يعيش صورة ضعف نفسه، الذي يعيش وهم أنه قوي بذاته بنفسه، يعيش مغرورا لا يستطيع أن يغير واقعا، لا يستطيع أن ينقذ أمة. ولهذا هذا الحديث صحيح في البخاري، يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. أي أنه يشهد ضعفه بين يدي الله أدبا مع الله وانكسارا لله وتعظيما لله، فيعطيه الله حقيقة القوة. لو أقسم على الله لأبره، لو قال: يا رب أقسمت عليك يحصل كذا، يحصل بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواض مستكبر، الذي في نفسه الترفع الكبرياء. يقول سيدنا أنس بن مالك، قال: إن كانت الأمة، الذي روى هذا الحديث يقول على إثر هذا الحديث، إن كانت الأمة بعيدا عن الكبر عن الاستعلاء، يقول: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، أي من المماليك من الخدم من الجواري، ولا يوجد محتقر في الأمة، كل مؤمن له منزلة عند الله، لكن في نظر الناس في الحياة الدنيا، من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وقد مر قصة المرأة التي أرسلها سادتها، أرسلنها سيداتها، فتأخرت، وكيف فعل صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءها أيضا، هذا في شان سلمه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيضا يدلنا على أدب في السلم يعيننا الله به على العزة في الحرب وفي كل الأحوال. هذا الأدب النظر إلى من يخدم، المدير مع موظفه، السيد مع خادمه، المرأة مع خادمتها، الرجل مع سائقه، كيف ينبغي أن يكون؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في البخاري: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، إذا جاء الخادم وقرب إلى أحدكم طعاما، أو إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، أي إذا جاء بطعام يقول الخادم يجهزه ويقربه له، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي أو ولي علاجه. المعنى، وهنا ملحظ ينبغي التنبه له، أن الناس في الصفات المحبوبة عند الله عز وجل ليسوا على حد سواء، فمنهم من هو يرتضي لنفسه أن يكون في أقل المستويات، يعني لا أريد أن أكون متكبر، لكن لا أريد أن لا أستطيع أن أكون شديد التواضع، لا تقول لا أريد، لكن لم أستطع. قال لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأدب إذا جاءك الخادم بطعام أن تعطيه شيء من الطعام يأكل، تناول لقمة أو لقمتين أو أكلة أكلتين. لكن من أراد أن يكون أرقى يعشق الرقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرقى أن تجلسه معك، إذا جلست على الطعام وجاء الخادم بالطعام قل: اجلس تعال كل معي، اجلس ونأكل. وهم أنك لو أجلست الخادم معك سيتعود عليك وستذهب الهيبة، هذا وهم. الهيبة نوعان: هيبة بكراهية وهيبة بمحبة. والهيبة التي تكون مقترنة بالمحبة لا تتأتى إلا بالتواضع، تحزن في شؤون عملك، لكن فيما يتعلق بذاتك بشخصك كن متواضعا، لا تعيش عقدة النقص. أنا إذا تلطفت جلستهم معي بيعلى صوتهم علي، كما يقول البعض سيأخذون علي سيتعودون علي، لا. إذا أردت أن تبقي الهيبة للعمل كن حازما في العمل من غير ظلم، لكن فيما يتعلق بذاتك بشخصك لا تبحث عن إنجاح عملك بإيجاد ذاتية لشخصك ومكانة بهذا النحو من الكبر. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم يجلسه، يعني أن الأصل الأولى، الأصل أنك إذا جلست على الطعام تجلس خادمك على الطعام. كنت ذات يوم عند أحدهم على سفرة في الطعام، دعاني جزاه الله خيرا، وجاء الخادم كما يسمونه السفرجي الذي يقرب الطعام، يسمونه الشيف،
فأخذ يغرف لي ويغرف للرجل الذي استضافه. فتقول علي أن أنا الرجل يقول قائم يخدم ونحن نأكل وينظر إلينا. فقلت تعال تفضل اجلس معنا. فانزعج الرجل وارتبك الذي يخدم. قلت تعال يا رجل ما عليك شيء. فوجدته ينظر إلى صاحب إلى صاحب المنزل، إلى سيده، إلى صاحب السفرة. كان سيده يعمل هكذا برأسه، يعني لا تجلس. انتظرت، نظرت إليه باستغراب، قلت له قل له يجلس. فارتبك وحرج، قال يعني ممكن تجلس وإذا أنت مستعجل خذ الأكل وامشي إلى المطبخ. تقول عليه حتى أن يجلس معه الخادم. الخادم أخذ ما تيسر من الطعام وخرج إلى المطبخ. فقلت له ما لك، ما جعلت الخادم يجلس معنا؟ قال لا، أصل سيتعودون علينا بعد ذلك ولن يسمعوا الكلام. قلت لم أرى أحدا في 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 تفانيه في خدمتي من يخدم مثل من يخدمون المتواضعين. وقد رأيت هذا في بلداننا، في 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 عامة جزيرة العرب عندنا. على أصل عند الناس يجلس الإنسان على الأرض، يأتي الخادم، يأتي السواق، يأتي يأكل، وهكذا في عدد من البلدان موجود. لكن أفكار دخلت على الأمة، لا أدري من أين أتت، ما لا أدري كيف ضحك علينا غيرنا، كيف غشنا غيرنا، فتسللت هذه الأفكار إلى أذهاننا. هذا الأدب الراقي له أثر كبير قبل أن يكون على الخادم في محبته لك، في إخلاصه لك، في حمايتك. ربما يكون الطعام مسموما تمالأ عليك الخادم لو كنت صاحب مرتبة أو مكانة، لكن لو تعود الخادم أن يجلس يأكل معك من نفس الصحن لما خطر على باله شيء من ذلك. لكن قبل هذا كله، أنا وأنت في حاجة أن يكون هذا حالنا أدبا مع الله سبحانه وتعالى. فتأملوا مثل هذا المعنى في سلمه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حربه فيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل في المجلس الذي يأتي. أسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر